بشكر جميع القائمين على المهرجان، وإن دي فرصة لمحافظة أسوان وإن أول مرة يتعمل فيها مهرجان للتمور بالمحافظة، فإن شاء الله نتمنى إن المهرجان ينجح ويكون ذو صدى وعائد ويعود على جميع المزارعين والمنتجين بأسوان. جينا هنا بكل قوة إن شاء الله نحن نشارك في المهرجان الدولي لإنتاج التمور وتسويقه، ونتمنى إن شاء الله نحن نلاقي فرص تسويقية كويسة جدا. إحنا عندنا أسوان بتتميز بالتمر الملكابي والسكري والمجدول، وعندنا السكوت الفاخر والبرتمودة وأصناف عالية خالص، أصناف تصديرية. أنواع البلح، بلح سكوتي وبلح برحي وبلح مركابي وبرتمودة، ومبسوطين بالمعرض دي، ممتاز جدا. زراعة النخيل دي من الحاجات اللي يعتبر حاليا هي الأفضل حاجة بالنسبة للتغيرات المناخية، مش مجهدة في التكاليف الزراعة، مش مكلفة في استخدام الأسمدة، كل حاجاتها تعتمد على السماد العضوي. احنا هنا بنشارك بصناعة الأسمدة العضوية اللي بتحتاجها الصحراء، ممكن تساعد الناس في انها تزرع او تغير خواص التربة الغير صالحة للزراعة وتحولها لتربة زراعية صالحة للزراعة، وده يعني بيشجع المزارعين او المستثمرين الصغار ان مشاريعهم تكبر. احنا بنقدم منتجات حلول التعبئة والتغليف لكل صناع ومزارعي التمور داخل مصر وخارج مصر، ان شاء الله معرض موفق للجميع. احنا بنقدم طبعا تكنولوجيا العلب وتكنولوجيا طباعة الكرتون، وإن شاء الله يكون معرض موفق للجميع. مهرجان الدولي السادس للتمور، عملنا جولة حلوة يعني عرفنا فيها على بعض الأنواع. أكتر حاجة عجبتنا طبعا هو نوع اللي بيسموه المجدول ده، لأنه يعني طبيعته أنه هو مش مسكر قوي، وفي نفس الوقت الواحد حاسس أنه يعني المكونات بتاعته كده يعني لطيف في المذاق على اللسان يعني وكده، وعجبنا إحنا الاتنين أكتر حاجة، يعني جربنا 3-4 أنواع كده.